للمرة الأولى على المستوى العربي وبرعاية من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، تستضيف مملكة البحرين ورش عمل المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء يومي 6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس أحمد بوشليبي، مهندس فضاء أول في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعضو المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء. مساء الخير مهندس أحمد، وأهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. بداية، لو تطلعنا على ما هو المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء، وماذا يعني أن يعقد فعالياته للمرة الأولى على المستوى العربي في مملكة البحرين؟ مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء هو منظمة شبابية غير ربحية تنشط العديد من المحافل العالمية الخاصة بقطاع الفضاء، مثل اتحاد دول الملاحة الفضائية وفعاليات مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. فالمجلس يمثل صوت الشباب المسموع فيما يتعلق بقطاع الفضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. طبعا يعد قطاع الفضاء من أحدث القطاعات في مملكة البحرين، وإحنا في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء نسعى بجهد لتحقيق الرؤية الملكية السامية لوضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في قطاع الفضاء. فالهيئة تضع نصب عينها عن طريق أهداف الاستراتيجية، نشر الوعي بقطاع الفضاء وعلومه، وبناء العلاقات الدولية المتميزة. فتقدمت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لطلب أو لاستضافة المجلس بشأن استضافة الفعالية في مملكة البحرين، وقد تم قبول هذا الطلب نظرا لسمعة مملكة البحرين المتميزة ووجود بنية تحتية تخدم استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية. ومن جدير بالذكر أن مملكة البحرين هي أول دولة عربية في المنطقة تقوم باستضافة الفعالية، وهذا يدل على تميز قطاع الفضاء رغم حداثة في مملكة البحرين. طبعا سيشارك في هذه الفعالية أكثر من 70 مشارك من الطلاب والأكاديميين والموظفين والخبراء في مختلف القطاعات ومن مختلف الدول. نعم نعم مهندس أحمد، لو تطلعنا على المواضيع التي سيتم طرحها في ورش العمل وكيف ستعود بالنفع على المشاركين خاصة فئة الشباب. بتتضمن الفعالية 5 ورش أساسية تتطرق لأحدث المواضيع المطروحة في مشهد قطاع الفضاء الدولي، وهي الفضاء والتعليم، ريادة الأعمال وقطاع الفضاء، المرأة والفضاء، إشراك الأجيال قطاع الفضاء، والبنية التحتية الاقتصادية للفضاء. طبعا مشاركة الشباب في مثل هذه الفعاليات راح يساعدهم في بناء علاقات تخدمهم في المستقبل سواء محلية أو دولية. كذلك راح تساهم هذه الفعاليات في اطلاع الشباب على آخر مستجدات العالمية في قطاع الفضاء، في تبادل الأفكار والرؤى والتطلعات بين الشباب من مختلف الجنسيات. طبعا بلا شك اكتساب المهارات والخبرات اللي بتساعدهم في تطورهم وتوسيع مداركهم. لذلك نحث الشباب على استغلال مثل هذه الفرص والمبادرات وبالتسجيل في هذه الفعالية من خلال الروابط الموجودة في موقع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وحساب الانستغرام التابع للهيئة. نعم المهندس أحمد بوشليبي، مهندس فضاء أول في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعضو المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء، شكرا جزيلا لك.